الله الله يا أمي، الله يعطيك العافية حبيبتي. الله شو يعافيك. كوسة ولبن، شو تعملي اليوم؟ عامل محشي باللبن يا أنس. شايفين يا جماعة الطلة، هاي جماعة اليوتيوب يا أمي بيستنوا فيكي عشان هسه بدي أحشيهم باللحمة والصنوبر. شوفوا شوفوا، سلم هالإيدين والله. وإيديك. هاي الكوسة وهون حشيتهم، هاي الزيت عشان تقلي فيه الكوسة، وضل في عندنا اللبن كمان هسه بدها تجهزه. يعني احنا راح نفرجيكم اشياء كثيره يا امي ان شاء الله. يا صحيح امي انا نسيت احكي لك، بدهم يعرفوا شو الخلطه هاي، احكي لهم. هاي الخلطه صنوبر وبصل ولحمه وبهارات الفلفل والقرفه والملح بس. معلقه 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 مع حسب الاكله، كل واحد صح. حسب الكميه اللي عنده. الله يعطيك العافيه حبيبتي. هاي امي بعد ما حشتهم شو بلشت من تقلي يا أنس؟ بلشت تقلي فيهم، طلع شوفهم ما أحلاهم. أحمرهم، أقليهم وأخليهم يتحمروا شوي. هذول جاهزين صح أمي؟ جاهزين آه. هذول بعد القلي. هسا آه، هسا بعد ما أخلص منه كله بدي أدير عليه مي مغلية أتخلص من الزيت. يا عيني. الله إنك مدرسة. يسعد يسعد الله، شوفوا ما أحلاها. تسلم شكراً. هسا بدي أنس أجهز اللبن. كل 2 كيلو لبن إلهن معلقتين نشا. وهاي النشا يا أمي وبحركهم مع بعض. وهسه بدي أضيف كاستين مي عليهم، وهسه بدي أحطهم على النار عشان أغليهم، وهسه بدي أحط بودرة الدجاج عليهم وأضل أحركهم تا يغلو. ما بشيل إيدي بالمرة. بس هذا اللبن أو الروب في ناس بيحكوله أو الزبادي، هذا حطينا عليه معلقتين نشا، 2 كيلو لبن مع معلقتين نشا، وحطينا عليه بودرة الدجاج. تمام. وهنا وهون هذا الكوسة هسه بدي اخذ مية واحط عليه عشان اتخلص من الزيت اللي عليه. ايوه يلا هسه بنفرجيهم خطوة بخطوة. ماشي. هاي اللبن بنضلنا نحرك فيه تا يغلى، ما بنشيل ايدنا منه الا تا يغلى. بنحطهم بالمي المغلية لمدة 2 دقيقة يغلوا حتى نتخلص من الزيت. شايف الزيت كيف طلع على الوجه؟ أيوة. والمي كمان الحمراء. نتخلص منهم. وهيك بنصفيهم. خلصنا من الزيت والمي. وهسه يا امي بدي انزلهم باللبن. وبعد ما غلي اللبن يا امي نزلناهم باللبن. ما شاء الله شايفه انا سريحه بتشهي. بتشهي، ما ايش بنقدمها من امي؟ بنقدمها مع الرز يا حبيبي. مع الرز صح؟ اما الريحه بتشهي. والله الريحه بتشهي. سلم ايديك يا رب. صحتين وعافيه على قلبك يا رب. الله على المخشي الله. شوفوا شوفوا. صحتين، دوق يا انس دوق. هاتي هاتي. هاتي أشوف يا عيني، شوفوا ما أحلاهم. شوفوا هالصحن، شوفوا شوفوا، خليها تبرد شوي دادوب منهم. الله 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 الله، يا عيني يا عيني. تسلم إيديك يا أمي. صحتين وعافية. رهيب 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 من الآخر. والله مدرسة مدرسة، سعد ربك.